فيما يخص الأثمنة ديال الكتب والوفرة ديالهم، على ما أظن هذه السنة هذه حنا حاليا في الشهر الأخر ديال شهر 8 ومقبلين على البداية ديال هذه السنة. بالنسبة للوفرة، الكتب متوفرة بطبيعة الحال، جميع العناوين تقريبا متوفرين إلا بعض العناوين اللي هي قليلة، ما كاينش تأثير، ماشي بحال السنة الفارطة اللي كان مشكل ديال الكتب الوزارية اللي كانت مازال ما تطبعاتش بحكم أن الثمن كان مرتفع ديال الورق، وكان القيمة ديال الكتاب باش كيتقام أغلى من القيمة اللي خصو بالسعر اللي دايره الوزاره باش يتباع. بالنسبه للادوات المدرسيه والدفاتر، كاين هناك انخفاض نسبي في الثمن ديالهم، وهذا الشيء يعني في صحاب الجمله يعني كاين هناك انخفاض، وبطبيعه الحال صحاب المكتبات راه خفضوا في الثمن بالنسبه للدفتر والادوات المدرسيه اللي هي عباره عن مسطرات وبركارات وكل الادوات المدرسيه. مسألة أخرى ديال بالنسبة للمحفظات والمقلمات، على ما أظن الثمن بقى كما هو بحكم أن المحفظات والمقلمات ولاو كيتنتجوا هنا في المغرب، وهذا يعني كاين واحد التطور مهم بحكم أن الجودة ديالهم ولات جودة متوسطة وجودة عالية. بعد ما كان شحال هذه كانت الجودة ديال المغرب كانت شوية كتكون رديئة، ولكن الحمد لله وصلنا أننا نصايبوا بعض الشكاير ونكوميرسياليزيهم حنا نيت هنا في المكتبات ديالنا بجودة عالية وبأثمنة مناسبة. الكتب المدرسية كتنقسم لجوج، كاين الكتب الوزارية كما قلت ما كاينش فيها مشكل ديال الوفرة ديالهم، وكاين الكتب اللي هي ديال المدارس الخصوصية. هاد الكتب ديال المدارس الخصوصية كنلاحظوا بأنها كاينة كثير العناوين وما كايناش المراقبة ديالهم من طرف الوزارة، على ما أظن ما كايناش المراقبة القبلية، بحكم أنه كل سنة كنتصدموا على أساس أنه كاين بعض العناوين كيتضمنوا بعض المسائل اللي هي غير قانونية أو غير أخلاقية. مسائل غير قانونية مثلا بحال دابا كاين بعض الكتب اللي جات من ديال فرنسا فيها الخريطة مبثورة ديال المغرب، وكذلك هناك بعض المسائل اللي هي غير أخلاقية وغير يعني راه كلشي كي راه الناس راه طلعوا عليها بأن كاين بعض الكتب اللي كيتطرقوا لمسائل غير أخلاقية وغير غير غير دينية. وتم سحب يعني كاين بعض الكتب اللي تم السحب ديالها، ولو انها مازال يعني كانوا طلبوها بعض المؤسسات اللي هما كذلك ما كانوش عارفين بان في هذا المشكل هذا ديال المشكل ديال الخريطه وديال المشكل ديال المسائل غير الاخلاقيه. بالنسبه لحنا ككتبيين كنحاولوا انه نقول يعني نراسلوا الوزاره على اساس انها باش تكون هناك مراقبه قبليه، ماشي تيتوزع الكتاب ويكون هناك خسائر بالنسبه للكتبيين بالنسبه للناشرين. يعني الكتاب قبل ما يتم الاعتماد ديالو هنا في المدارس، بحكم انها مدارس راه كتبقى واخا مدارس خاصه راه تابعه للوزاره، خاص يكون هناك مراقبه قبليه قبل ما يتم الاعتماد ديال هذا الكتاب. وهو نفس المشكل، هو يعني هاد الا كانت المراقبه القبليه ديال هذه الكتب المدرسيه غيكون واحد الحل للمشكل اللي عندنا حنا، هو كثره العناوين، حيت ما يمكنش انه غادي نحلوا الباب على مصراعيه جميع الكتب اللي في اي دول العالم كيمكن لهم يدخلوا نستوردوهم حنايا هنا في المغرب ويقريو بهم الوليدات. يعني حنا كنطالبوا كذلك كرابطه بان الوزاره تحاول تحدد يعني عدد الكتب اللي يكونوا مسموح بهم انهم يتقراو في المدارس الخصوصيه. بالنسبه للرواج ديال المكتبه كيبدا من في الاخر ديال شهر 6 ملي كيساليو المؤسسات كيعطيو اللوائح للوليدات. كنهضر بالنسبه للمؤسسات يعني الخصوصيه كيعطيو الاباء اللوائح ديالهم، هذيك الوقيته كيبدا يعني كيبدا الرواج شويه عندنا. شهر 7 كذلك كيكون بعض الرواج، يعني لاحظنا بان نسبه كبيره ديال الناس ولاو كيفضلوا انهم يشريوا الكتب ديالهم في شهر 7 وشهر 8، يعني قبل الدخول المدرسي، قبل اليوم ديال الدخول المدرسي، ماشي كالسنوات الفارطه كان هناك عندنا كيكون واحد الازدحام في الاسبوع الاخر ديال شهر 8 اللي هو بحال يعني 25 26 27 شهر 8. ويعني وكاين واحد التغير عاوتاني اخر، يعني الناس ولاو كيطلبوا لنا بعض الخدمات اللي هما اخرى اكثر من اننا كنبيعوا. بطبيعه الحال بحال دابا التغلاف ديال المطابع، يعني ولاو المكتبات كيتكلفوا بالتغلاف ديال المطابع. الغلاف كما يعني كاين جوج انواع او ثلاثه الانواع ديال الغلاف، كاين الغلاف اللاصق كيكون شويه مرتفع شويه في الثمن، وكاين الغلاف العادي اللي هو اللي معروف الغلاف ديال درهم، هذاك راه كاين حتى هو كنغلفوا فيه حتى هو بالمكتبات. كاين هناك بعض الخدمات اخرى اللي ولاو حتى المكتبات يعني ممكن انهم
يستعنوا بهم مثل يعني كيوصلوا اللائحه حتى يعني حتى السي حتى المكان ديالو المنزل ديالو ولا يعني حتى الطريقه ديال الخلاص الطريقه ديال كيفاش كيرسلوا اللوائح ولينا كنعتمدوا على 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 الهواتف اكثر ان الناس كيجيو كيديبلاصاو عندنا عاد كيعطيو اللائحه ولا كيرسلوها لنا غير يعني في الايميل او في الهاتف. وكما قلت كاين هناك يعني كاين اللي كيبغي اننا نوصلوا ليه كذا الخدمه هذه كاينه يعني تقريبا اغلب المكتبات ولاو كيديروها كيوصلوا الكتب ولكن قبل 25 شهر 8 فوق 25 شهر 8 كيكون عاوتاني شويه ديال الاكتظاظ.